مرحبا شباب، اليوم بنحل الهوم وورك. فخلينا نشوف شلون لازم نحل الهوم وورك. فعندنا بروبوزيشن أربعة منهم دليل الأساس اللي بنبتدي عليه، وبنشوف كل سؤال شنو يبغي منا بالضبط. أول واحد قال لي write the converse in the simple. أوكي for، وعطاني الجملة. converse هو شنو؟ عبارة عن قلب الجملة. إذا كانت P implements Q فتصير شنو؟ Q implements P. أوكي فهاي هو الكونفرس. خلينا نشوف شلون بنحل الجملة. هو في البداية لازم أول شيء نخلي الرموز بعدين نحولها. نسبة حق هالسؤال بنستخدم المعادلات اللي موجودة في الوورد، لأنها تقدر تسهل علينا ونقدر نجيب الشكل اللي نبغيه من الكومبوزيشن. تمام، فبداية شنو بنقول له؟ بنقول له أنا إت ذا أبل. أوكي هاي الجملة بروحها هاي تعتبر كونها شنو؟ P. فخلنا نخلي ال P هني P زي اللي هي أنا إت ذا أبل. And okay، خلنا نشوف في الإكويجن إذا عندنا شكل and. في حال ما عندنا ما حصلناه في البيسك ماث بروح وين؟ operations. فأكو and حصلناه هني. تمام، بعدين شنو؟ and did not eat the orange. okay هاي نفس الجملة اللي هني الـ Q، ولكن شنو بنحط notation قبله لأنه قال لي شنو؟ قال لي did not، فبنحط notation. خلينا نشوف إذا مو موجود هنا نرجع حق basic math. أكو موجود، بعدين بنحط شنو؟ Q هالجملة الأولى. خلا علشان نفهم الجملة شنو، باخذ هالجملة copy وبخليها وياها عشان نعرف إن هي عبارة عن شنو. أوكي إذن الشطر الثاني، إذن لان عندي and list فبنحاول نفكك الجملة. بروح هني both the apple okay and the orange in the basket. مثل ما نشوف هني عندي the apple in the basket وهني the orange in the basket. فشنو اشارتهم؟ اشارتهم بتكون كالتالي. بنكتب هني اول شيء or okay، وبعد بنستخدم اشارة and. خلينا نشوف عندنا هني لا، بنروح operation اكو and. تمام، بعدين شنو بيكون عندنا؟ بيكون عندنا s. تمام، هاي basically الجملة، ولكن الحين نحتاج نربطهم في بعض. خلينا نخلي الجملة زين. فالحين لأن قاعد نستخدم and list اوكي، فالجملة بتكون بهالطريقة. خلا اراويكم قاعدة الامبلمنتس. اذا نروح حق الامبلمنتس مثل ما تشوفون انلست يعتبر الكيو في البداية ويعتبر نوتيشن بي في النهاية. تمام، فمثل ما نشوف الجملة اللي في البداية بنعتبرها شنو؟ كابيتال كيو خلينا نقول بس عشان يكون واضح، والجملة اللي في النهاية نقول لها P notation P. اوكي عندنا notation لا وحق basic ونحط notation P. إذن فالحين إذا نبغي نحط الجملة شلون لازم نخليها؟ لازم نخليها بالطريقة الصحيحة اللي هو الدايركت، ولكن نحاسب حق notation P. فبنقول له notation P، خلا اكتبها بالكابيتال عشان تكون واضحة. implements خلا نشوف اذا عندنا الاشارة هني، اذا ما عندنا نروح الاروز واي سهم منهم يفي بالغرض. بعد شنو؟ Q. زين فهمنا ان الفكرة بتكون بهالطريقة، فبنقول له اوكي.
بنزل تحت بنقول له شنو ال P not P تعتبر شنو R و S ولأنها not فلازم شنو نحط notation في البداية basic math notation اوكي بعدين قوس نقدر ناخذ copy من الرمز اللي موجود ونحطه هني بعدين implement اوكي بعدين شنو بنحط ال Q اللي هو عبارة عن P and not Q تمام فهاي هي المعادلة الأصلية ولكن احنا نحتاج شنو الكونفرس مالها الكونفرس على اي اساس يصير خله بعد نكتبه على صوب فاذا نزلنا تحت قلنا له هي عبارة عن خلنا نشوف القانون مالها P implement Q تصير Q implement P تمام فبتصير لنا تساوي Q implements P خلنا ناخذ copy من ال implements ونخليها هني تمام فشلون الحين نحول مدام احنا اوريدي نعرف شنو هو ال P وشنو هو ال Q فنقدر direct نحول خلنا نستخدم ال equation عشان يكون اوضح فبنقول له P اللي هو شنو هاي اوريدي ال Q خليها هني implement not R and S اوكي نقدر نبسط المسألة بشكل يعني اكثر بهالطريقة ان شنو عندنا قانون اذا عندنا not P and Q تصير نرى لكم القانون في حالة عندنا not مثل ما تشوفون هني وياي not P and Q تصير not P or not Q نقدر نبسطها أزيد فتصير not R or not S تمام فهاي الحل النهائي حق السؤال بسطنا اول شيء عرفنا من ال يعني من ال P بتكون من ال Q وحولنا عقب اخر شيء اوكي اذا بنروح حق السؤال الثاني عبارة عن statement بالانجليزي ولكن يبغي شنو contrapositive زين خلينا نرجع حق القانون نشوف contrapositive طريقته شنو ان الستيتمنت العادي يقلب مكانهم ويحط في بينهم نوت اوكي يقلب اماكنهم وكل واحدة تصير نوت نفي فشلون نقدر نحول الجملة اول شيء شنو بنحدد اي واحدة ال P اي واحدة ال Q عشان تكون علينا اسهل زين عقب ما نحدد نروح تحت نقول اوكي either the apple nor the orange in the basket اوكي فعرفنا ان هاي لهالجملة هو عبارة عن P شلو عرفنا is sufficient for that هاي تعتبر من الجمل يستخدمونها حق الـ implements مثل ما نشوف هني P is sufficient for Q تمام فعرفنا انها حق الـ implements فبناخذ اول قطعة من الجملة اوكي
اوكي فهاي اول قطعة من الجملة بنعتبرها شنو P. بعدين بناخذ الجملة الثانية نخلي شوي سبيس وهذي بعد سبيس ونقول له اقبل ذات انا it either the apple or the orange. اوكي فهني هاي بتكون الكيو ونخلي الجملة. إذن الحين علشان نصلح الجملة أو علشان نسوي لها composition فشنو لازم نقلب أماكنهم بالإضافة إن نضيف عليهم not. فيعني بتصير بهالطريقة بنقول له أنا it either the apple and the orange. اوكي بعدين بناخذ جملة الوصل اللي هي is sufficient for that. اوكي وعقب بنخلي شنو either the apple or nor the orange in the basket. اوكي بناخذ هالجملة بنضيفها تمام. عقب ما خلصنا من الخطوة نحتاج ضروري نحط عليهم شنو negation اللي هي not. not هني اوكي و not عقب ذا زين. عقب ما نخلي عليها ال not شنو بيصير خلينا نشوف الحين الجملة شلون بتصير عقب ما خلينا عليها ال not. بتصير كل شيء بينقلب نفي فبصير انا neither زين لانه هاي نفي neither انا it neither يا يعني neither it اوكي يمكن افضل neither it the apple nor the orange. بعدين شنو ال implements بتكون نفس ما هي is sufficient for that. جملة الوصل عقب شنو بنخلي either يعني neither the apple nor the orange in the basket فبنخليها ولكن شنو بنضيف عليها النوت بنشوف شلون بتصير neither بصير either اوكي nor بصير or اوكي فصارت بالبوزيتيف وهي الجملة النهائية مفترض انا neither it the apple nor the orange is sufficient for that either the apple or the orange in the basket تمام وهي نسبة حق هالسؤال. اذا نسبة حق part C write the negation in English for part B. الحين خلا نتخاطى عن جملة ال contraposition اوكي ونناخذ الجملة الأصلية اللي موجودة لأن مو من المنطقي نرجعها نفس ما كانت فبناخذ الجملة الأصلية اللي موجودة هني ونخليها ولكن شو نسوي لها؟ نسوي لها negation نفس اللي موجود هني. نقدر ببساطة أن شنو بس نغير شنو is sufficient for that not أنا is the apple or the orange تمام إلا ما صار implements بين هالاثنين هاي بيكون أسهل طريقة أن نقدر نسوي negation. خلنا نروح حق السؤال الثاني